Donc, on va parler des groupements de commandes. Yani, lancer plusieurs commandes, une seule ligne. Donc, on dit les méthodes. La première méthode, l'exécution séquentielle. Je n'ai pas séquentielle. Yani, l'exécution de la commande. Mais l'extérieur de la commande, on va faire la commande. Donc, on va faire ce qu'on va dire. Point virgule à la fin de chaque. Chaque commande. Il a la commande de l'akhira, mais il n'y a pas de point virgule. Donc, on a pour faire la séparation entre les commandes. Je vous dis qu'il y a des commandes une fois. Et des commandes une fois. Qu'on dit bien entendu, point virgule. Ou parfois, qu'on a de l'espace obligatoire après le point virgule, ou parfois, pas obligatoire. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais voir directement. Maintenant, on a besoin de dire la commande. MKDIR كتكري لي فيشي دوسي باردون نسميه دو واحد سيكونسيير. شنو معنى سيكونسيير؟ يعني ملي تسالي لا كوموند الاولى دوز ليكزيكوسيون ديال لا كوموند الثانيه. دونك ندير سيدي دي او. انا دخلت دونك كرييت دوسي. من بعد ما كنكريي الدوسي غادي نحاول ندخل هذاك لو دوسي. من بعد ما نحاول ندخل هذاك لو دوسي ممكن ندير اون اوتر كوموند اللي هي غادي ندير ls على الكونتينو ديال هذاك الدوسي. اولا قبل نكريي وسطو دونك ندير تاتش نكريي وسطو فيشي واحد. ومن بعد ما نكريي وسطو فيشي واحد اسباس وندير ls عليه. دونك نلاحظوا انا كاين في الدوسي الضراو. دونك انا غادي نكري الدوسي 1 من بعد ندخل الدوسي 1 نكري فيه فيشي. ومن بعد ما نكري فيه فيشي نافيشي الكونتينو ديالو. ملي نافيشي الكونتينو ديالو خصني بان لي هذا الفيشي. الى درت اونتري ها هو بان لي الفيشي ديريكتوم. وفين انا دابا وليت في الدوسي 1. دونك انا درت بلاص ما نديرهم كلشي وحده ونتبع على الاخرى ونتبع على الاخرى ممكن نديرهم كامل في دقه واحده. Attention, maintenant la lettre CD. Vous êtes entré dans dossier 2. Alors, vous avez dit erreur, dossier 2, mais qu'est-ce que donc, on a ramené l'erreur à l'âge, et on a déjà créé le dossier. Ad, vous êtes entré. Attention. Donc, on a c'est l'exécution séquentielle. Exécuter Ada, on va te faire l'Ada, on va te faire l'Ada, on va te faire l'Ada. Il n'y a pas ordre. Je vous. Deuxième cas, l'exécution sous condition d'erreur. Je n'ai pas la sous condition d'erreur. Il y a quelqu'un exécuté Hada à la commande. Il y a quelqu'un commande fait l'erreur. Il a exécuté la deuxième commande. Il y a quelqu'un fait l'erreur. Il y a commande suivante. Il y a un mahad qui a fait l'erreur dans les commandes qui sont à l'aïssal. Il y a l'aïssal. ولا خرج لي ايرور غادي نيكزيكوت الثاني. خرج لي ايرور نيكزيكوت الثالثه. خرج لي ايرور الرابعه. دابا الحاله ديال انه ما خرج لي حتى شي ايرور ما غاديش نيكزيكوتي لا سويت. دونك سي كوموند ا نو سو تيرمين با كوريكتومون الوغ كوموند 2 ايت اكزيكوتي اي انسي دو سويت. دونك اتونسيون هذا فين جبناها من البروبريتي ديال او. كتعرفوا او لوجيك واش كتعرفوا او لوجيك ولا لا؟ خلينا نستوب. اش كتعني اولوجيك؟ كتعني انه الا كان هنا عندي زيرو غادي نشوف الثانيه واش كتساوي واحد ولا زيرو. الا كانت كتساوي زيرو لو ريزولتا غتكون زيرو. الا كانت كتساوي واحد لو ريزولتا كتساوي واحد. ولكن الا عطاني هنا واحد سي با لا بين باش نشوف الاخر لانه اوتوماتيكمون الا كان عندي واحد في او كما كان اي بلاصه دوك في لو ريزولتا فينا غتكون واحد. دوك ما نحتاجش نشوف لي كوموند سويفونت. دوك غادي نحاول نيكزيكوتي هادشي. دونك هنا غادي ندير نفس هادشي ولكن هنا غادي ندير دو
اول حاجه غندير سي دي بوان بوان باش نرجع للبارون. من بعد غادي نكريي دوسي 2. من بعد نحاول ندخل الدوسي 2 ونكريي فيه فيشي 2، ولكن هادشي كامل ماشي لا سويت، غادي ندير او دونك غادي ندير cd بوان بوان. الى خرج لي ايرور في هادي يلا غادي ندير هادي، الى ما خرج لي ايرور ما غاديش ندير هادي، صافي ندير هاد الدوسي 2 ما غاديش يتكري. دونك هنايا ما غاديش يخرج لي ايرور لانه هنا غادي نخرج من دوسي ا ونرجع للدوسي بارول اللي هو الدراو، ولكن ما غاديش نكري الدوسي 2 وبيان سور ما غاديش ندخل هذا لان صافي ملي كيكون هذا صحيح الاخرين ما كان اكزيكوتيهمش. الى درنا اونتري، الى درنا دابا ال اس، واش غادي يبان لك دوسي 2 دو 2 ما كاينش دو 2، علاش؟ لانه الاولى ما كانش فيها ايرور، لان الكوموند الاولى ما كانش فيها ايرور. باغ كونتخ الى كان فيها ايرور مثلا انا درت بوان بوان ثلاثه د المرات غيخرج فيها ايرور، دونك اش غادي يدير؟ ما غاديش يرجع للبارون ديال الدراوي، غادي يبقى في الدراوي، ولكن غادي الفا كري لو دوسي 2. ولا تكري الدوسي 2 صافي دير هاد الكوموند دازت مزيان، يعني هاد لاسويت ما غاديش يكملها نفس الشيء. دونك هنا خرج لي ايرور، هذا هو الايرور، ولكن باقي في الدراوي. الى درت ال اس غنلقى دوسي 2 تكريا، ولكن واش هاد دوسي 2 واش فيه شي حاجه؟ لا، لانه لا كوموند سويفونت ما تيكزيكوتاتش اصلا، يعني خصني ندخل الدوسي. دابا الى عاودت وجيت مثلا هنا درت نفس الشيء نفس لا كوموند، دونك هنا غادي يخرج لي ايرور. دونك غادي ندوز لهادي، حتى هادي غادي يخرج لي ايرور. اش غايقول لي؟ غايقول لي دو 2 ديجا كاين، وبما انه غايخرج لي ايرور غادي ندخل دابا للدوسي 2. دونك هاد المره غادي ندخل للدوسي دو 2، غادي يبان لكم انه هاد الدراوي تغيرت ولات دو 2، ولكن الفيشي ما غاديش يتكريا. غادي ندير ال اس، الفيشي ما غاديش يتكريا. دونك انا امبوسيبل دوك كريي لو ريبيرتوار، يعني خرج لي ايرور لو فيشي اكزيست، ولكن ها انت دخلت للدوسي نفس الشيء. الى درت الى عاودت لا كوموند دونك هنا غادي يخرج ايرور، هنا غادي يخرج ايرور لان الدوسي ديجا كاين. هاد سي دي دو 2 غيخرج ايرور، علاش؟ لانه غادي يقلب على دوسي سميتو دو 2 في وسط دو 2، ودو 2 بوغ لو مومون ما فيه والو. الى درنا كونترول سي يعني ما اكزيكوتيناش هاد الشيء. الى درنا ال اس ما كاينش عندي دو 2، دونك هذا حتى هو غادي يخرج فيه ايرور، وإلا خرج فيه هذا ايرور il va créer le fichier ls1، ولكن ما غاديش يافيشي لي لو ريزو. دونك نرجع الى لاحظتوا هنايا غادي يقول لي سي دي، دونك خرج لي ليرور الاول، خرج لي ليرور الثاني، والثالث ما بينليش ليرور ديالو، ولكن غادي نتاكد ls واش غادي نلقى فيشي. باردون، دونك انا غلط، كريا لي دوسي 2 وحاول يدخل، دونك انا غلط، دونك انا غادي نصحح الغلط ديالي. دونك اراي مدير بيسك هو فيت دو، نعاود نفس لا كوموند. دونك ما غاديش ندير ام كادير دو 2، غادي ندير ام كادير زيد، نغلط في سميت لا كوموند ونحاول ندخل في دوسي 2. دوسي 2 مسحته ما كاينش، غادي يخرج لي ايرور هنايا. دونك انا قال لي دوسي دو 2 ما كاينش، انا كاين وسط دو 2 ولكن وسط دو 2 ما كاين والو. الى درنا ال اس كريينا الفيشي، صافي دير هنا خرج لي ايرور، بما انه خرج لي ايرور نمشي للفيشي ان يان سوس. المره الاخيره دونك الى درنا تاتش، ولكن تاتش الى درنا تاتش راه غادي يغير لي فقط لا دات ديال سميت. دونك انا غندير تاتش افيك او، يعني غادي يخرج لي فيها ايرور غايقول لي تاتش ما كايناش، وغادي افيشي لي لو كونتينيو. دونك غايقول لي تاتش ما كايناش كوموند انكوني، وغادي افيشي لو كونتينيو ديال الدوسي.
دونك انا طولت فقط غير باش تفهموا مزيان. هنا اكزيكيوسيون سو كونديسيون دو ريوسيت. شنو معنى سو كونديسيون دو ريوسيت؟ يعني الا كان عندي الكوموند صحيحه يلاه ندير الكوموند اللي من بعدها، واذا كانت اللي من بعدها صحيحه يلاه ندير اللي من بعدها. باغ كونطخ اذا كانت هذه خطا ما نديرش لا سويت عكس الاولى. دونك غادي نحاولوا نديروا نفس الشيء. دونك غادي ندير سي دي بوان بوان باش نرجع للدوسي الضراوي. انا كان في دوسي دو دو، غادي نمسح هذاك الدوسي ديالي كامل. دونك غندير ار ام موا ار هاد دو دو، نمسحوا كل شيء حيلا ما كانش كريك. الى درنا اليس ما بقاش عندي دو دو، عندي غير دو ان. وغادي ندير نفس الشيء، ولكن هذه المره غادي نبدل هذه او. هذه او لوجيك، بغي ندير اي لوجيك. اي لوجيك هي كندير انت دو فوا. غير انا ما ننساش نصحح هذوك لي كوموند اللي كتبت غلط قبيل. دونك انا امكا دير سي دي دو دو تاتش ما كايناش او اليس. دونك هنا الى تيكزيكيتات لا كوموند هذه مزيان يلا غادي ندوز للاخرى، سينو غادي نحبس. دونك انا هذه غلط، هذه غلط، ثلاثه ديال لي بوان غلط. دونك اونتخيغ يخرج لي ايرور، ولكن غنشوف واش تكريا الدوسي دو. لا دونك غندير اليس باش نتاكد ما كاينش دوسي دو، كاين دوسي ان نورمالمون خص يكون تحت دوسي دو. باغ كونتخ الى درت هذه صحيح، دونك محد هنا عندي لي كوموند صحاح غادي اكزيكوتي حتى يوصل الكوموند الخطا ويحبس. دونك انا غادي اكزيكوتي لي كلشي حتى يوصل الكوموند الخطا ويحبس. كلير؟ دونك ندير سي دي بوان بوان، نرجع للدوسي بارون، نمسح دوسي دو. دونك هنا نديرو مثلا هنا غادي نديرو غلط. نديرو غلط هنا. دونك هنا غادي غيحبس، يوصل عند طاتش ويحبس، ما غاديش يدير اليس. دونك هنا لقى غلط غيحبس، ولكن هادشي اللي قبل اكزيكيوت عادي. الدليل هو انه انا كنت في هوم، يعني كنت في لو دوسي بارون، وليت في دوسي دو. دونك رجعت للبارون كريت الدوسي دو، من بعد ما كريت الدوسي دو دخلت له، ولكن هنا خرج ايرور. دونك هادشي كامل اللي بارد من بعد خطا. فين جاي هادشي؟ جاي من البروبريتي ديال اي اللي كتقول انه خص باش يكون عندي واحد، يعني باش يكون هادشي صحيح كامل خص كل وحده في هادو تكون صحيحه وحدها، كل وحده في هادو تكون صحيحه وحدها.